الأماكن النجسة هي أماكن لا ينبغي أن ندخل إليها شيئا مقدسا كالقرآن العظيم أو صفحة من الحديث النبوي أو غير ذلك. لكن اليوم عندنا الهواتف النقالة فيها شرائح، والشرائح فيها معلومات كثيرة، فيها قضايا تهم الشأن العام في الحياة، رياضة، فنون، سياسة، اقتصاد، أخبار، وفيها قرآن. فهل إذا أدخلنا الهاتف النقال إلى المرحاض، إلى الكنيف، إلى دورة المياه، هذا فيه حكم؟ العلماء قالوا هذا لا حكم له، لأن الهاتف النقال فيه خليط، فيه مكالمات، فيه رسائل، فيه صور، فيه فيديوهات، فلا يسمى قرآنا. لكن بعض العلماء قالوا من باب التحرز فقط، من باب التحرز، من أراد أن يستنكف ويبتعد عن الشبهة، أنه لا يدخل معه هذا الهاتف، خصوصا إذا كان هاتفك تقيا ونقيا، تستمع في دروس تربوية، إيمانية، قرآن، أدعية، مكالمات عائلية طيبة، تعتبر بأن الهاتف يعني طاهر. أما بعض الناس ربما عندهم هاتف في محرمات وفي صور إباحية، فهذا لا حكم له. فالإنسان إذا تيسر له أن لا يدخل هاتفه النقال اللي فيه قرآن عظيم إلى المرحاض كان أحسن. أما إذا تعذر عليه وخشي ضياعه وأدخل معه إلى دورة المياه فلا شيء عليه، لأنه ليس له حكم القرآن الكريم. وحفظكم الله.